وضمن مساهمات دولة الكويت في رسم البسمة على شفاه الأطفال السوريين النازحين في لبنان، قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بإنشاء عدد من الملاعب المخصصة للأطفال في بعض المدن وتحديدا في منطقة البقاع. بالمدرسة ايه مبسوطة، وبلبنان كمان مبسوطة لأنه في أمان، ومالي مبسوطة لأنه بعيدة عن أهلي بسوريا. عبير تفتقد أهلها وبلدها، إلا أنها تنعم بأمان وإن كان متواضعا فقدته كليا في سوريا. هذه الطفلة النازحة حزينة جدا، غير أن حملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي لإنشاء ملاعب مخصصة للأطفال السوريين النازحين حطت رحالها في بر الياس البقاع، وتحديدا في مدرسة الأندلس، أي المدرسة التي ترتادها عبير. طبعا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وإدارة المدرسة في منطقة البقاع نعمل هذه الشراكة الإنسانية بدعم الأطفال السوريين النازحين في لبنان بإقامة هذه المهرجانات الترفيهية وإقامة الألعاب والبرامج الترفيهية لتخفيف معاناة أشقائنا السوريين في لبنان خاصة الفئات الأطفال. هدف جمعية الهلال الأحمر الكويتي إعادة البسمة إلى وجوه الأطفال الذين لا يعرفون بمعظمهم سبب معاناتهم الدائمة. اليوم عندنا الاحتفال المميز اللي هو افتتاح الملعب الشتوي للأطفال، مجهز أرضية كازون مع ألعاب بتناسب أعمار الأطفال، فهذا رح يكون عامل دافع قوي جدا بالنفسيا للطلاب السوريين. هؤلاء الأطفال الذين لا يتمتعون بأماكن آمنة أصبح لديهم مساحة متواضعة ينعمون بها في الشتاء، فيلعبون من دون أن يأبهوا لمخاطر البرد والثلج. مشروع الملاعب اللي زرع البسمة بالأطفال السوريين، لأنه صحيح عم بيتأمن لهم الدراسة، بس في اللي هو البسط والفرح اللي عم بيفوت بقلب الأطفال مش موجود. البهجة التي تشع من عيون الأطفال كانت الدليل الأكبر على نجاح الخطوة الكويتية. أنا مبسوط لأنه عاملين الملعب، ولا مرة شفت إنه هيك عاملين، ولا مرة إنه هيك شفت إنه عاملين ملعب أحلى من هيك. أنا كثير مبسوطة على هالملعب، ولا مرة شفت منه بحياتي، وهالمهرج كثير مضحك كثير كثير، وبيعمل أشياء سحرية يعني. أما التأكيد القاطع فأتى من قبل الطفلة الحزينة. هون ما عندي رفقات، بقعد لحالي، ما بحب اللعب كثير. هلأ هون عم ساوي ملعب، أكيد بدي ألعب، ما أحضر قاعدة. لهذا الملعب أهمية كبيرة، فقد يكون الوسيلة الوحيدة التي تنسي رولا همومها وحزنها ولو للحظات قصيرة. ليال سعد، تلفزيون دولة الكويت للنشرة المحلية، البقاع.